الحفلة الفنية الذي يحييها الفنان العالمي دير مع طارق مغنم المتواجد بالقاعة البيضاوية. أهلا بك طارق. أهلا بكم زملائي في الاستوديو، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أهلا. بالفعل نحن متواجدون هنا بالقاعة البيضاوية. نعم أنا لا أسمعك جيدا، لكن الأكيد أنني أستمع جيدا إلى نوتات ونغمات الكبير إدير الحاضر هنا بالقاعة البيضاوية في حفل بهيج، في حفل ثاني أحيا لتذكير حفله الأول بالأمس هنا بذات القاعة بالقاعة البيضاوية، أين أمتع واستمتع مع الجمهور الجزائري المتعطش للأغنية الجزائرية، للأغنية القبائلية الأصيلة بعد 38 سنة من الغياب. إدير حاضر هنا أيضا في يوم ثاني ليمتع ويستمتع مع الجمهور الجزائري، مع محبيه، مع عشاقه الذين أتوا من كل حدب وصوب، القاعة ممتلئة عن آخرها. الجمهور رائع اليوم هنا في القاعة البيضاوية في العاصمة. إدير أروع، يمتع ويستمتع كما قلت بنوطات أصيلة، بنوطات نابعة من سولفاج جزائري أصيل يحمل بين طياته الموسيقية نغمات رائعة. أصالة الأغنية الجزائرية وصلت إلى العالمية من خلال إدير وعديد الأسماء. نحن اليوم من أجل هذا الحدث الكبير، وإن أمكن مشاهدينا الكرام ندعكم تستمتعون معنا مثلما نحن نستمتع بهذا الحفل الكبير مع هذه المشاهد. إن أمكن مع الزميل المصور أن يعطيكم مشاهد تصف لكم جمال هذه الأمسية، جمال هذه السهرة الكبيرة. كما تشاهدون إدير وكيتاره الوفي إليه يمتع ويستمتع مع الجمهور الجزائري المتعطش والمتذوق للأغنية الجزائرية الأصيلة. نترككم مشاهدينا الكرام تستمتعون أكثر مع الكبير العملاق إدير. مشاهدينا الكرام كما تتابعون وعلى المباشر الحفلة الفنية التي يحييها العملاق في الأغنية القبائلية إدير وعودته إلى الغناء في الجزائر بعد 38 عاما، حيث أعادت هذه الحفلات الراقية والحضارية للمشهد الفني في الجزائر مثل ما تتابعون الآن وعلى على المباشر من قناتكم الإخبارية الأولى في الجزائر النهار. Yeah.